سلام من الله عليكم، طبتم وطاب يومكم. من هنا من مخلاف الجبجب ومن معركة المحامين نقول العمل كما تشاهدون. اليوم 27/9/2021، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو المقبقب يقبقب، ها هو الهرسيول اسمه ايه؟ مقلين، اليوم مقلين، اليوم مقلين. المقبقب عندما يقول ايوه الانبوه. ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله موفقين. هل من كلمه تقولها الان؟ نعم، هذه الاول يعني بدايه العبارات. انا ونريد من الجميع الدعم والمساعده يعني في الاستمرار في نجاح العبارات العموميه. نعم. التي تتم تصريف المياه. ايوه. وهي تبنى مسار الخط. طبعا العباره تعتبر نجاح باهر. نجاح باهر ومهم جدا جدا. صحيح. وما على الجميع الا يعني المزيد من الدعم والتكاتف يعني لانجاح هذا العمل المهم. بعد هذا فين لو سمحت؟ بعد هذا العباره انا خلفها. هنا واحده برضه. ايوه انا في حوالي 70 80 متر. تمام. وبعدها خلف يعني هكذا بتوصل حتى وصل حميده. الى راس حميده. الى راس حميده. بارك الله فيكم. الجميع انه الدعم لانجاح العبارات والمزيد من تصنيع يعني البيبات. ايوه. لكي تكتمل. ان شاء الله ما دام رئيس المشروع منصور. أما رئيس المشروع منصور يعني رئيس المشروع منصور فإنه يعمل بجد واجتهاد لإنجاح هذا العمل ونجد أنه يعني قبل المزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير صباح الفل، يا صباح كل حالي وغالي. هنا معربة المحمي وهنا نعمل عبارة، العبارة الأخيرة في هذا المخلاف، مخلاف الجبجب. يا معتصم تعالوا هنا. سلام الله عليكم. اليوم تاريخ كم؟ 27؟ نعم 27/9/2021. نعم. ماذا نعمل هنا؟ نبدا ان شاء الله بحفر العبارات هنا، اماكن العبارات. اه اماكن العبارات. هذه المنطقه ما اسمها الجبجب؟ هذه منطقه معربة المحمي. نعم. تفضل. نبدا بحفر العبارات ومن ثم نقل العبارات من حميده الى اماكن العبارات. الاماكن وسوف يتم تركيبها. يعني من حبر لجال لجال. نعم. وهذا المعلم معنا المشرف عبد الطويل. معلوم معلوم معلوم. ويتابع العمل. وان شاء الله يعني العمل يعني ماشي على قدم المسافه. كاتب العبارات انت متابع لحد بعدها. ايوه ان شاء الله يعني بعد العبارات باذن الله. ان شاء الله على اسود قادم. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. يعني يستمروا بالدعم. بالدعم. لينجح المشروع. ان شاء الله ان شاء الله خير كريم، من الاسود الى الاسود، سنستمر سنناضل سنتابع سنجاهد لانجاح المشروع العظيم الذي يخدم ثلاث محافظات يمنية. بإذن الله بإذن الله. هذا مشروع مهم جدا، يربط يعني عدة أماكن يعني مهمة جدا، ويستفيد منه يعني آلاف الناس. صحيح. لكي يعني يستفيد منه الناس، يقلل يعني الصعوبة التي كانوا يعانوها من السابق. نعم بارك الله فيك، سلامة. إن شاء الله موفقين، بارك الله فيكم. بإذن الله بإذن الله. يعني ما نأكد هنا هذا نقول على الجميع الاستمرار في دعم هذا المشروع لكي ينجز ويتم ما قد فعلوه لحتى الآن. صحيح. الجهود اللي قد بذلوها لحتى الآن لن يكتمل الا في العبارات والجدارات الساندة والزبد. بارك الله فيك. سلام الله عليكم. طبعا هذا من مخلفات الطريق، عروس كبيرة وقديمة وحلوة، شوفوا ما مزعب ما شاء الله ما شاء الله. لا لا يعني حسب المعلومات الجديدة والصحيحة ان العمر لهذا القائد تقريبا حوالي 200 إلى 300 سنة، من 200 إلى 300 سنة، لكن في سبيل الله ما عندنا مشروع. إن شاء الله ننقله مكان آخر. وتحياتي للجميع، سأسعد الله صباحكم بالخير والعافية. اليوم 27/9/2021، ما شاء العمل ما شاء الله، خلاص لا نقاش، التوسعة الآن موجودة. يا أحمد علي لو سمحت قدامي الآن بدأ التوسعة. هنا أحمد علي بدأ التوسعة. هنا بالنقيل. هنا التوسيع بالنقيل وهبوء. ايوه. هنا النقيل لازم يقصوه كامل من سبب انعدام الرؤيه. ايوه. تمام. مع الهبوء مع الهبوء. هذا المكان يبغى تعبيه. هذا من من البر هذا. من مخلفات البقلين. والنوع هذا ثاني. ما شاء الله. الجماهير موجوده.
هذه هي المخلفات طبعا الذي قد أخرجها البوكلين من داخل البتش في رون محامر الدركتل ما يقوم بتصفيتها وترحيلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم مجددا اليوم طبعا الأحد 26 سبتمبر، الآن في الساعة 7:30 صباحا من مسار الشرقي من منطقة العوام. هنا كما تشاهدوا البوكلين يواصل العمل من هنا من بداية منطقة العوام في عمل الدتش حوض الطريق. كما نحيطكم علما بأن اليوم الدركتل يغادر مسار الشرقي، أمس مساح الطريق إلى بطيشة كون العمل طبعا كما تعرفوا لن ينتهي بالتصفية والمسح باتجاه طمل وضاعة الربح وظهور السداد. الدركتل اليوم ها هو يغادر وقد أتى الآن من جهة بطيشة وها هو الآن في منطقة العواء. طبعا مع مغادرته سوف يعمل ان شاء الله بتصفية المخلفات الذي قد اخرجها البوكلين من داخل الدتش مثل رون محامر وفي شعبة الاسد ضلاع ورون يجد سعدين ان شاء الله.